من أصعب اللحظات على منشئ المحتوى بعد تحقيق الألف مشترك والأربعة آلاف ساعة مشاهدة، أي الشروط؟ أعمل إيه؟ يعني أنا حققت الشروط اللي هي ألف مشترك وأربعة آلاف ساعة مشاهدة، أعمل إيه؟ إيه اللي مطالب مني إن أنا أعمله؟ إنشاء حساب جوجل أدسنس. هو إيه حساب جوجل أدسنس؟ ده الربط بين قناتك وبين اليوتيوب اللي حضرتك هتقبض منه، من الاخر اللي بيوفر اعلانات على قناتك. اي اعلانات بتظهر على قناتك قبل تفعيل جوجل ادسنس انت مالكش علاقة بيها، مش هتاخد اي على فلوس، اي فلوس خالص اطلاقا مش هتاخد فلوس. كمان حضرتك لازم تعرف المشاهدات قبل انشاء حساب جوجل ادسنس برضو مش هتاخد عليها حاجة، انت هتاخد اول ما يتم قبول قناتك واول ما تفعل الاعلانات على فيديوهاتك. طيب انا دلوقتي جالي الشكل ده اللي مطالب مني ان انا اعمل تطبيق الان، وانا همشي معاك بالراحة وبالتفصيل في الفيديو ده علشان تفهم، وجايب لك الخبرات دي هتبدأ تديها نصايحك وتديك نصايحة وتوضح لك انت مطالب منك انك تعمل ايه. في الخطوة الاولى هنعمل ان احنا موافقين على الاحكام، وطبعا دي اي حد بيعملها، حضرتك لو بتشتري 2 كيلو استفندي من عند الراجل هيقول لك وافق على الاحكام، هتقول له انا موافق على الاحكام. الخطوه الثانيه هي الخطوه الاصعب، هي الاشتراك في جوجل ادسنس، وعلشان كده انا بستعين بحسام عبد الله علشان يبدا يديك بعض النصايح. حسام ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكون بخير. دلوقتي عايزين بعض النصايح لمنشئ المحتوى علشان يعمل حساب جوجل ادسنس. تمام. مبدئيا لما تيجي تعمل حساب جوجل ادسنس لازم أن تكون متاكد ان انت فوق ال 18 سنه. تمام. لان في ناس كتير بتعمل حسابات جوجل ادسنس مجرد ما يكون معاها بطاقه شخصيه بتحاول ان هي تعمل حساب جوجل ادسنس، وبتيجي في الفتره بتاعت اثبات الهويه بتكتشف ان هي غير مؤهله لان هي يكون عندها حساب جوجل ادسنس. تمام. ده مبدئيا. طيب انا دلوقتي لو ما عنديش 18 سنه اعمل ايه؟ ممكن استخدم بطاقه والدي، ممكن استخدم بطاقه اخويا الكبير، ممكن استخدم بطاقه مامتي، ولكن لازما تكون البطاقه متاحه معاك لان هيجي عليك فتره هتكون محتاج اثبات هويه بالبطاقه الشخصيه. الوان ولا ابيض واسود؟ لا الوان. طيب انا جالي الخطوه التانية، اعمل البدء فيها ولا امشي واطلع؟ لا هتعمل البدء اكيد. البدء ماشي. طب بيقول لي هل لديك حساب حالي على ادسنس او لمنصه اليوتيوب بشكل عام؟ اقول له نعم ولا لا؟ وخد بالك ده انا من تطبيق اليوتيوب، انا هنا شايف ان انا هقول له مثلا انا عايز اعمل حساب لان انا ما عنديش على الايميل ده حساب يا حسام، ماشي؟ انا ما عنديش، فهقول له لا انا عايز اعمل حساب. وخد بالك لو عندك حساب اعمل نعم ان هديك حساب، لكن لو مش عندك لازم تعمل لا. ماشي. هنبدا ندخل هنا الايميل الخاص بالقناه نفسه، ايميل القناه نفسه، هنروح على ايميل القناه نفسه اللي معانا او اللي هنعمل بيه ادسنس، انت عامله بنفس ايميل القناه ولا لا؟ بالنسبه للموضوع ده يا حسام، هل اعمل بنفس ايميل القناه ولا ايميل مختلف؟ بنفس ايميل القناه. في ناس كتير بتقول لك لا ايميل مختلف عشان لو الادسنس حصل فيه مشكله يعني تقدر تفصل الادسنس عن القناه. هو الادسنس اوريدي لو حصل فيه مشكله القناه بالنسبه لك بقت ذكريات مش اكتر. وده اللي انا بقوله بشكل مستمر، يعني انا ذات نفسي عامل قناه متوحد فكره بنفس ايميل القناه، متخيل؟ كتبت الايميل والباسورد وعملت التالي، فتح قدامي بقى طلب من قال لي باسورد غلط، استنى هكتب باسورد تاني. ثواني. انا شايف برضو ان احنا نعمله بنفس ايميل القناة لعدة اسباب، برضو منها ان انا ممكن اكون بحمي بحمي بيت واحد ولا بيتين، فاهم؟ يعني انت بتحمي بيت واحد ولا بيتين؟ عارف لما تيجي واحد يقول لك طب يا متوحد يا فكرة انا عايز مثلا احمي بيتين، هقول لك لا الموضوع بيكون اصعب شوية. هنعمل نعم ان احنا بندخل، وسجلنا دخول اهو ان احنا دخلنا على ايميل البتاع ادسنس اللي بنعمله، وهنقول ليس الان وزي الفل وداخلين وزي الفل ومفيش اي مشكله. ماشي اهو يا عم حسام احنا داخلين اهو، وطلب مننا دلوقتي الربط بين القناه وبين الحساب، بس هنا بيقول لي بلد الاقامه، يا ترى دخل ايه؟
هدخل البلد الموجودة في البطاقة الشخصية. طب انا موجود مثلا في السعودية تمام، وعايز اقبض في مصر، يبقى هتدخل مصر. ليه مصر؟ هتدخل مصر عشان خاطر الحساب البنكي مرتبط بالبلد الإقامة. يعني انا مش هعرف اقبض اطلاقا غير لما اكون من نفس البلد اللي فيها ادسنس. بالظبط. اوكي طيب نبدأ ندخل مع بعض اهو، نوافق على لازم اوافق على الشروط والاحكام. بالتأكيد. اوكي، عملنا اعداد الحساب وعملنا مصر، معنى كده ان اختيار هنا مصر. دلوقتي زمان يا حسام كان ممكن حضرتك تعمل ايه؟ تعمل اختيار الدولة واختيار التوقيت واختيار المدينة واختيار العملة، الكلام ده اتنهى صح؟ بقى يتم معالجة الموضوع ده بشكل اوتوماتيك. يعني العراق بيكون فيها يورو، الجزائر بيكون فيها يورو، مصر فيها الدولار صح؟ بالظبط. طيب جالي دلوقتي الاسم، نوع الحساب، اعمله فردي ولا اعمله تجاري؟ فردي، انت ما عندكش ولا سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه. ليه يا عم انا تجاري؟ انا جاي اشتغل على اليوتيوب اعمله تجاري. ملوش علاقه، انت فاتح ملف ضريبي في الضرايب ولا لا؟ لا. يبقى انت خلاص، يبقى فردي، انت فردي شخص واحد مش مؤسسه. مش مؤسسه، يعني التجاري ده للمؤسسات بالظبط، والمؤسسه ده لازم يكون ليه حساب سجل تجاري صح؟ سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. يبقى انا كده هختاره ايه؟ فردي، مش هختاره تجاري. ماشي، عشان لو عملنا تجاري انت مؤهل في اي لحظه يتم ايقاف الربح على ايه؟ على الادسنس بتاعك، وعلشان ترجع بالتاكيد اصلا مش هتقدر تثبت هويه، لان هو محتاج منك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. ما عشان تقدر تثبت لازم تروح لاي واحد من صحابك عنده محل وعنده سجل تجاري، ويا ترى مين هيديك. يبقى بالظبط. حضرتك هنا مهدد في اي لحظه. يبقى هنا نعمله فردي، لان الفردي ده موجود في البيت عندك، باباك، مامتك، اخوك، اختك، عمك، ابن عمتك، خالتك، لكن السجل التجاري ده عدد صغير جدا في الشارع نفسه. فاهم؟ يبقى هنعمله فردي. الاسم يا عم حسام نعمله بالعربي ولا بالانجليزي؟ اعمله بالعربي زي البطاقه الشخصيه بالظبط. زي البطاقه يعني. طب ليه مش عامله بالانجليزي؟ والله بص، هو كان في البدايه خالص لما كنت بتيجي تعمله بالعربي وتيجي تدخل الملف الضريبي بالانجليزي، كان يقول لك البيانات غير مطابقه، فكنا بنضطر ان احنا نعمله بالانجليزي. ولكن دلوقتي اعمله بالعربي عشان لما تيجي تثبت الهويه، ماشي، تثبت بالبطاقه الشخصيه. انت لو عملته بالانجليزي هتحتاج تثبت بجواز السفر. طب يعني اعمله باسم العربي. ماشي خلاص، محمد دعك. اكتب الاسم ثلاثي ولا رباعي؟ اكتبه زي البطاقه بالظبط، خماسي وسداسي اي حاجه زي البطاقه بالظبط وعلى طول. بطاقه بالظبط. طيب انا هكتب الاسم زي البطاقه، لو في همزه اكتب الهمزه، لو مفيش همزه ما اكتبش الهمزه، ما تكتبش الهمزه، لو يه عليها نقطتين تحت احط يه عليها نقطتين تحت. بالظبط. ماشي بالظبط بالظبط، خلاص اوكي. طب جالي بعد كده العنوان، احط في هتدخل العنوان نفس العنوان اللي داخل البطاقه، ما تقوليش انا مش قاعد في نفس المكان. طب انا مثلا موجود في القاهره. ماشي. عامل القاهره يا عم، مش عامل مكان تاني. لا، هتعمل نفس عنوان البطاقه بالظبط. ليه؟ لما هتيجي بعد كده البين كود، لما هيتبعت هيتبعت على العنوان اللي داخل البطاقه. هتقولي طب ما انا ممكن احط الرقم البريدي بتاع المكان اللي انا قاعد فيه. طب انت هتثبت هويه بايه؟ هتيجي تثبت هويه يقول لك العنوان غير مطابق، البيانات غير مطابقه. فهمتك. طيب يبقى هنا انا اكتب العنوان، العنوان ده نفس العنوان اللي موجود عندي، ابدا بالكبير للصغير، يعني من مصر القاهره، يعني اقول لك ايه، اقول لك دوله، بعد كده محافظه، بعد كده مدينه، مركز، شارع، المتوفر عندك في البطاقه بتاعتك. يعني هتبص في البطاقه بتاعتك، في ناس بيجي لها شارع على فكره، وفي ناس بيجي لها عماره، بناء على الايه، المكان اللي حضرتك قاعد فيه في البطاقه بتاعتك موجود كده. هتلاقي فيه سطرين، السطر الاولاني بيكون بيبدا من الصغير، والسطر تحت بيبدا من كبير، بينهي بالكبير. فانت هتعكسها، هتبدا مثلا مصر القاهره السيده زينب شارع معز ابو الفاطمي، اي حاجه من الحاجات دي. نيجي بقى على المدينه، اعمل مدينه القاهره زي المدينه اللي موجوده عندك فين؟ في البطاقه صح يا حسام؟ تمام ماشي، القاهره اهو. طب المقاطعه دي اعملها ايه؟ المقاطعة دي هتعملها المحافظة بتاعتك برضو القاهرة. ماشي يعني خلاص، عملنا القاهرة ونيلها والقاهرة ونيل. طب الرمز البريدي اجيبه منين؟ الرمز البريدي هتدخل على جوجل، جوجل، تكتب الرمز البريدي جوجل. لمكتب بريد جوجل، وتكتب المنطقة بتاعتك، واروح كاتب في جوجل الرمز البريدي، الرمز البريدي لمكتب بريد، لمكتب بريد
وتكتب المنطقة اللي داخل البطاقة واكتب المنطقة، هيجيب لي الرقم ابدا ادخله في الجزئية اللي موجودة تحت ده. طيب لو انا ما عملتش الرمز البريدي في خلل عليه؟ هو الفكرة ان لما تيجي بعد كده يتبعت البين كود، هيتبعت على ايه؟ طب يعني مكتب بريد. طب انا مثلا في مكان، انا موجود في السعودية ماشي ومش هستلمه، ماشي اوكي، في خلل مش هكتب الرمز البريدي؟ مش هتستلمه، يبقى انت كده هتقعد 4 شهور ايوه تطلب البين كود بين كل مره والتانيه 21 يوم، بعد كده بتفعل بالبطاقه الشخصيه. يا سلام عليك، انت حليت لي مشكله، اصلا انا ما عنديش حد يستلمه في القاهره، فكنت لا خايف مش الموضوع ده، مشكله، انا مش هكتب البريد. يبقى انا لا ممكن ما اكتبش الرمز البريدي لو انا مش هستلمه، ولو انا مش هستلمه هنا او انا مش ضامن ان هو يوصل، في خطه بديله لاثبات ملكيه حساب جوجل ادسنس باثبات الهويه واثبات العنوان واثبات صحه مكانك والبين كود، ان حضرتك تفعله بالبطاقه في خلال 4 شهور، بتطلبه المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ما بين كل مره ومره 21 يوم. طيب الرقم الهاتف، رقم الهاتف هتحط رقم الهاتف بتاعك، طيب هو اختياري ممكن ما احطوش؟ ممكن ما تحطوش خلاص، انت كده كده طالما انت اتنازلت عن الخطوة بتاعت البين كود يبقى مش لازم انت تحط رقم هاتف. اصل انا في واحد حط رقم تليفونه ماشي، وبعد لما حط رقم التليفون كان الرقم ده مخالف. لا طب يعني دلوقتي انت هتعمل مشكلة لنفسك ليه؟ يبقى هحطش رقم، لو انا مش شاكك هحطش رقم. اعمل ارسال، عملت ارسال يا عم حسين، وكده انا انشأت حساب جوجل ادسنس. طب ما الموضوع سهل اهو، الموضوع اسهل منه مفيش. امال اللي الناس بتاخدوا فلوس عليه؟ للاسف الشديد الناس، بص هو مبدئيا احنا كده كده بنشرح الحاجات دي مجانيه بطريقه مجانيه، ولكن انت عشان خاطر تقول لي ان انا مش عارف اطبق كده، انت واحد بتكسل او خايف تتعامل مع الحاجه. اوكي لو خايف وقلقان ممكن تتواصل معانا سواء انا او حسام عبد الله علشان اعمل لك حساب جوجل ادسنس، لكن احنا شارحينه بالتفصيل في الفيديو ده بشكل مفصل وسهل وبسيط. بس برضو هديك نصيحة، حاول على قد ما تقدر وانت بتعمل حساب جوجل ادسنس تتأكد من جزئية بسيطة. الجزئية دي الحسابات اللي موجودة عندك على على الموبايل نفسه، هتكتب كده الحسابات، الحسابات، وتبدأ إدارة الحسابات وتيجي على جوجل، إدارة الحسابات وتيجي على جوجل وتشوف الحسابات اللي في جوجل دي، ده مثلا عليه جوجل ادسنس مش عليه، اشيله علشان ما قابلش اي مشاكل ان لديك اكتر من حساب فتقابل مشكلة في الخطوة التانية. ولو قابلت مشكلة في الخطوة التانية هنا حلها ممكن بيقعد مع حضرتك 32 يوم، يعني حل 32 يوم. ده تحديثات اليوتيوب بعد لما اكتشفوا ان في ناس كتير جدا بتعمل اثبات ملكية وتبدأ ايه تعمل حسابات كتير جدا ومبيعها، فهم عشان يعملوا المشكلة دي بدأ يحطوا قواعد وقوانين صارمة علشان ايه يمسكوك. فحضرتك حاول تتاكد على قد ما تقدر ان مفيش اي ايميل ادسنس مفتوح على الموبايل ده، وحاول تحذف اي ايميل مفتوح علشان ما تقابلش اي مشاكل. ولو عندك اخوك، في حاجه تانية احنا ما نبهناش عليها، ايه هي؟ تاكد ان البطاقه الشخصيه بتاعتك هي ساريه مش منتهيه، خلال يكون فيها 3 شهور كمان بالظبط، 3 شهور، عشان لو مش 3 شهور انت بتقابل مشاكل. وعايز اقول لك حاجه برضو يا حسام في الموضوع ده، ان هو لو انت ليك اخ عامل حساب جوجل ادسنس شوف هو عامله ازاي، وابدا اكتب العنوان بشكل مختلف. تمام. ماشي، يعني ابدا اكتب العنوان بشكل مختلف، لان العنوان ممكن يتقابل مشاكل لو بتفتحوا انتوا الاثنين نفس الحساب على ايه، على نفس الكمبيوتر من متصفح تاني مختلف. فهمت الحته دي؟ يا رب تكون فهمتوها، واتمنى اكون وضحت كل حاجه فيها. الموضوع سهل، هيقعد مع حضرتك من 5 ساعات الى 24 ساعه، وممكن في بعض الاحيان بيقعد مع حضرتك 5 او 7 او 8 ايام. في الفتره دي انت لو عندك اي مشكله بتكلم الدعم الفني، بتروح هنا فاتح الكمبيوتر بتاع حضرتك وداخل على اليوتيوب وداخل على استوديو اليوتيوب، بعد 7 ايام بالظبط لما تقابل المشكله تانية فيها مشاكل او خطوه تانية فيها انتظار طويل، بتكلم الدعم الفني هنا وبتبدا تاخد سكرين شوت ان حضرتك عندك مشكله، وتبدا توجه للدعم الفني ان انا عايز حل الموضوع باسرع وقت، بيقول له حضرتك انتظر 14 يوم ولكن في خلال يومين هم منهم نفسهم بيحلوا لك الموضوع دي لو عندك مشكلة في الخطوة التانية. كده احنا في النهاردة وضحنا كل حاجة بالتفصيل، باقي بقى حضرتك تسأل نفسك هو انا هقعد فترة قد ايه علشان يتم قبول قناتي، لان هنا بقول لي ان احنا هنراجعها خلال شهر تقريبا. لا الموضوع ده مش في وقت محدد، انت رأيك يا حسام في الموضوع شهر ولا اقل قبول القناة؟ يعني انا من رأيي اقصى قناة قعدت ممكن تكون قعدت اسبوعين، دي من ساعة ما اشتغلت في اليوتيوب لحد دلوقتي. وانا برضو نفس الموضوع على فكرة، يعني دي وكان في التأخير ده كان على جميع القنوات، يعني كان جميع القنوات كتير الفترة دي اتأخرت،
يعني هما بيراجعوها بشكل ايه، جالي 10 قنوات النهارده ببدا امسك واحده واحده، لو في تاخير بيكون تاخير على نظام عام وكلنا بنعاني من تاخير، وبيتم حل المشاكل دي وبيتم ايه قبول القناه او رفضها في اسرع وقت ممكن. فمش عايز حضرتك تقلق. انا بشكرك جدا يا حسام، بشكرك جدا على توضيح كل التفاصيل في المعالجه والمراجعه دي والفيديو الممتع ده. اتبسطت جدا بيك واتبسطت جدا بكل ظروفك، وكل كلمه قلتها كانت في صلب الموضوع، فانا بشكرك. هل عندك اي حاجه ممكن تقدمها لمنشئ المحتوى كرأي او اي حاجه؟ تسلم. طب مش عايز اقول لهم اشتركوا في قناه حسام عبد الله؟ اكيد طبعا اشتركوا في قناه حسام عبد الله، احنا خلاص فاضل لنا حاجات بسيطه على 100,000. الدرع اخواتي عايزين نوصل للدرع. هنفضل نطلب للناس الدرع ولا ايه؟ الدرع مش هتطلبوا نفسنا ولا ايه؟ خد بالكم الدرع ده مهم جدا بالنسبه لي. ماشي، شكرا يا حس حبيب قلبي، تسلم. انا بشكرك جدا. طبعا هو هيبدا قيد المراجعه وقيد التقدم دي لفتره تقريبا من 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 زي ما قلنا 24 ساعه، ممكن اقل من كده، ممكن 5 ساعات، ممكن اسبوعين. مش عايز حضرتك تقلق، تقلق بس لو جالك ايرور احمر هنا، اذا كان عند حضرتك مشكله، عندك حسابين او عندك مشكله في ان حساب ادسنس بتاعك فيه مشاكل، هنا بيبدا الموضوع يتحل بطرق تانية مختلفه، برضه ساعتها هتتواصل معانا وهنجيب لك الحل. مفيش حاجه ملهاش حل، مفيش حاجه عندنا ما فيهاش حل. حتى المشاكل اللي حصلت في اسرار الطبخ مع سمر كنا احنا رقم واحد اللي اتكلمنا الحل وقدمنا الحل وبشكل مجاني. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد.